بغني لا وبدق إلا غير بحبك ما بقلا حتى راسي من فوق قدام العالم. مرحبا سلمى. وليه شو هاد؟ شو بدك؟ لا تخافي لا تخافي لا تخافي. غسان شو بكي؟ غسان وليش هيك عامل بحالك؟ شو عامل بحالي يعني؟ متنكر؟ ليش عندك حفلة تنكرية؟ لا مو حفلة تنكرية، بس أنا عندي مهمة أمنية ولازم لها تنكر. وما عجبك إلا كسم الشحات؟ هذا اللي كان ناقصنا والله. ولك يا سلمى، هي من مقتضيات المهمة المكلف فيها، أنا لازم أعمل شحات. وشو طبيعة هالمهمة بقى؟ لا هيك عم تحرجيني، هي أسرار وما عندي صلاحية في شيء أبدا. هيك لك أصلا، وينك؟ شوي تاني رح نشحت، بس أنت عم تسبق الوقت. هلأ شلون كسمي؟ ظابط؟ باين عليه شحاد؟ ايه اطمن، مبين عليك شحاد من دون ما تتنكر، يعني ما كان في داعي تعذب حالك. هلأ ما رح نخلص من هالموشحات تبعيك؟ بخشتيلي أداني سلمى. هلأ لو رحت تدور على شغل إضافي مو أحسن هالولدنة؟ هلأ هي ولدنة هي، ليكو تاني على التفكير، ولك مهمة رسمية عم أدي أنا، ما عم ألعب، واجب وطني هاد. بعدين الشغلة مو ببلاش، يعني فيها مكافأة محرزة. قديش يعني؟ يعني شي 300 ورقة باليوم؟ لا انت تانية باليوم، ايش عم بشتغل بسوق الهال انا؟ 300 ورقة عن المهمة كلها عن 3 ايام يعني. يعني 100 ليرة باليوم هيك شي. ايه تتهنى ان شاء الله، محرزة تتبهدل كل هالبهدلة مشان 100 ليرة؟ ومين قال لك عم بتبهدل مشان المصاري؟ هذا واجب وطني، دعاني الوطن فلبيته. فصراحة شو تفكيرك محدود، مو أخذ عقلك إلا المصاري. بدك شي من السوق؟ لا سلامتك ما بدي شي. عشنا وشفنا والله. حسنة يا محسنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. الاتكال على الله، الله يجبر خاطره يلي بيجبر يا رب. اتكال على الله، الله بيجبر خاطره يلي بيجبر يا رب. اتكال على الله، الحسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل الناس هاي محسنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. أجوب خطيك، الله أجوب خطيك يا رب. حسن له العاجز، بذل قطع فيك من بذل الناس هاي محسنين، الحسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل الناس هاي محسنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل قطع فيك بذل قطع فيك الله يزال الله يزال الله يزال بذل الناس هاي محسنين. لا لا لا، الله خديك شو هبك، الله خديك شو هبك يا صبية، الله يسر حظك يا ودي يا مفتحة. ما انت تابع سنين، ما انت تابع سنين، حسن تابع سنين، حسن تابع سنين، الله بيجي تابع سنين، حسن تابع سنين. ما انت تابع سنين يا رسول الله، يا رسول الله، يا سندي انت بعد الله، فخذ بيدي رسول الله يا سندي. نيالك يا فاعل خير عند الله، نيالك 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 يا فاعل خير عند الله، نيالك. الله الله يسعد يا ربي ربي يا ربي ربي يا عالم حالي، ربي ارحمني يا ربي وارزق اهلي وعيالي. ربي 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 يا ربي ربي يا عالم حالي، ربي ارزقني يا ربي وارزق اهلي وعيالي. ربي 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 يا ربي ربي يا عالم حالي، ربي ارزقني يا ربي وارزق اهلي وعيالي. ربي Thank you.
أهلين الأخ. زميلك بالفرع الخاص. يعطيك العافية. أهلين وسهلين، شرفنا. الله يعافيك. عم يعطوكن حوافز يا ترى؟ الله، مو دائماً. وين بتشتغل هلأ أنت؟ هيك بهديك الحارة عم راقب الفران. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين وسهلين. لا والله ما بتدفع علينا رفيق. شكراً. أهلين. احزري قديش طلعت اليوم. ليش مو 100 ليرة رح يعطوك باليوم؟ ما عم بحكي عن هدول، احزري قديش طلعت من الشحادة. ليش عم تشحد عن جد؟ لكن عن مزاج. يعني المصاري اللي عم يعطوك اياها الناس إلك إلك ولا بدك تسلمهم بآخر نهار؟ لا ستي إلي إلي. شو هالحكي؟ وقديش طلعت اليوم؟ احزري 200 ليرة؟ 200 ليرة؟ ارديهم على جوعتك، أكثر أكثر. 250؟ سلمى يا لطيف، شو صاير خيالك محدود؟ قديش طلعت لكان؟ يا ستي طلعت 1500 ليرة. قديش؟ 1500 ليرة، يعني قد نص راتبي. وشو عملت بالمصاري؟ أخذت 100 لشبرقتي وتركت لك الباقي. تفضلي. هيك ها؟ تلحلح من الأول وجيب لنا مصاري. والله محرزين. والله منيح هالشغلة، يترك اليوم هيك؟ شو بيعرفني؟ لسه ما جربت إلا يوم واحد. لا ومن حسن حظي إجت وقفتي بشارع أكابري كتير، يعني أقل واحد بيدفع 25 ليرة. إذا على هالحالة 3 أيام ضرب 1500 بيطلعوا 4500. والله محرزين. وينك غسان؟ ما فيك تنط المهمة كم يوم زيادة؟ ما بتنمط معي، بعدين الشغلة مو بإيدي. شوفي عنا عشاء. تكرم عينك، هلا بحط لك احلى عشاء. نبت 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 نبت، قرب صبي يا ولاد، طلعت ايده هالنبت. اعطيك العافيه. الله يعافيك. أعطينا صح الفول إذا بتريد. خد. يعطيك العافية. خد. معلش ما بدي مصاري، أنت ادعي لنا وبس. الله يرضى عليك. روح روح إلهي يقلب فولك يا قوت، ومية ذهب إبريز يا حق. الله يكثر المحسنين أمثالك. سيدي العميد، احترامي. لك قص، راح تفضحنا. عمين حالك ما بتعرفني. أمرك سيدي. بلاي سيدي. خود زهرة، شلون الشغل؟ كله تمام سيدي. لكان وين التقرير اليومي؟ بكرة بكتبه سيدي. انتبه، بدي تقرير مفصل، لا تنسى لا شاردة ولا واردة. حاضر سيدي. يلا زهرة، مصحنك فول وروح لمحلك. أمرك سيدي. ما في مرأة سيدي؟ ولكن قلع من خلقتي احسن ما غطسك بالحلي. ها قوام يلا تحرك. حاضر حاضر امرك. يا الله طلعت ايده هالنبيل. اري صبي يا بردان، كلاوي كلاوي كلاوي. اري صبي بردان، كلاوي 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 كلاوي. نبت نبت. حسني يا ابو حسنين، حسني بعشرة امساده يوم الدين. شو 500 بدك اصرفك؟ اصرفها اصرفها انا؟ لك دعينا ايدك دعيتها. روح روح. اللهم اللهم احسن ثوابه وخفف عنه عذابه، واجعل من السندس الاخضر ثيابه، ومن التمر الهندي المثلج شرابه، واحشره اللهم احشره مع اوليائك الصالحين وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اتكال على الله، الله يجبر بخاطره اللي بيجبر يا رب.
اعطوني من مال الله، اعطوني اعطوني يا محسنين، اعطوني من مال الله، اعطوني اعطوني يا محسنين. وانا لو عم بشحاد، وانا لو عم بشحاد، ربي بعد اسمه حبيب المساكين. اعطوني من مال الله، اعطوني اعطوني يا محسنين. وانا لو عم بشحط ربي بعد اسمه حبيب المساكين. اعطوني من مال الله. جواد عملة صعبة؟ دولار؟ يس يس ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. ان جاد وي تراست، ان جاد وي تراست. ماي جاد بليز بليز تيك هيم تو يور هيفن. مساعد تبعك يا مساعد حكمت؟ لهلا ما طلب منا شيء، وانا رحت بنفسي على الشارع وشفته عم يتسكع واشترى من عندي فول. من عندكم سيدي؟ المهم شو قصته؟ والله ما بعرف يا سيدنا. ليكون عم يلعب واخذ شغله انقلي. بالعكس، غسان ما في بالعاده يعمل هيك، غسان من اكفأ العناصر عندي. زين الحقه وشوف لي شو قصته. حاضر سيدي. اهلين وسهلين. يسلموا الايدين. ما تعرفنا اخي. انا من فرع التنصت، من عند ابو راتب، امن خاص. اهلين وسهلين ومرحبتين، احلى شباب بفرع التنصت. اهلا وسهلا والله. والزملاء؟ انا من حكم العداله، من عند الرائد هشام، امن جنائي. انا من المكتب الثاني، مهمه فوق العاده. استو سوداني، استو عبيد، قرب على الفستق. فستق سوداني، فستق سوداني. بالإذن شباب. السلام. قرب على الفستق العبيد. احترامي سيدي. شو غسان؟ شايفك قاعد ومبرد قلبك، شو قصتك؟ كنت عم بتغدى سيدي. لك التقرير ليش ما كتبته؟ سيادة العميد ضايج كتير ومتزاول منك. كنت عم بجمع معلومات سيدي. خلاص اليوم بكتبه إن شاء الله. شوف غسان، إذا بكرة ما كان التقرير على مكتبي ما تلوم إلا نفسك، فهمت؟ حاضر سيدي. فستو عبيد، قرب على الفستو طيب ما تكتب لهم تقرير، شو مستني؟ أنا تقرير هاد؟ صدقيني ما فضيت لأي شغلة. يا ليش بقى؟ شو ملتهي؟ بإيش يعني ملتهي؟ مش حادة بالعملة. وبيني وبينك نسيت الزلمة اللي لازم راقبه من عين أصله. طيب شو بدك تقول بكرة سيادة العميد؟ شو بدي أقول له يعني؟ رح حاول ما أطيل، بكي بيمددوا لي المهمة كم يوم تانيات. إن شاء الله يا رب يمددوا لك إياها شي شهر زمان. آمين يا أرحم الراحمين يا رب. احترامي سيدي. الله لك أنجبك، يعني معقول نركض أنا وسيادة العميد وراك لنذكرك بواجبك؟ بس أنا بس ما بدي أسمع منك أي مبررات. أنت فعلا سويت لي وشي قدام سيادة العميد، وهي رح تكون نقطة سودة بالبارتك وما رح تمر هيك أبدا. هات أشوف، أعطيني تقييم إيدك. تفضل. شو هذا؟ استقالتي سيدي. استقالتك؟ لك شو جنيت انت؟ بالعكس يا سيدي، قول عقلت. لك يا بني ادم، بعتناك لتراقب انسان مشبوه، بترجع وحامل لي استقالتك بايدك؟ لك شو القصة هي؟ بعدين تعال هلا، كل اللي بقي لك 4 سنين بتطلع تقاعد بشكل رسمي وقانوني، لك معقول تضيع كل سنين خدمتك بقرار غبي مثل هاد؟ معلش سيدي، أنا مستعد أتنازل عن كل سنين خدمتي، وماني مستعد أنتظر 4 سنين تانيات لحتى أطلع تقاعد. قلي لشوف، حدا اتصل فيك او اتصلت بحدا بهالكم يوم؟ ابدا يا سيدي. مع مين بدي اتصل؟ طيب فهمني، شو السبب؟ ليش بدك تستقيل؟ بصراحة يا سيدي، أنا قررت استقيل حتى أتفرغ لأعمالي الخاصة. وشو الأعمال الخاصة؟ أعمال خاصة سيدي. لسه بيقول لي أعمال خاصة؟
لك شو جنيت انت؟ انا بكون جنيت اذا ما استقلت. بتعرفوا يا سيدي انه بهالثلاث ايام مش عادي طلعت 5000 ليره؟ يعني اكثر من معاشي ب1000. شو هالحكي؟ 5000 ليره بثلاث ايام؟ معقول؟ الله وكيلك يا سيدي. والشغل هيك على طول؟ طبعا سيدي، وهذا لسه ما حكينا عن المواسم والاعياد. يعني قديش بتطالع بالشهر؟ هي بترجع لزكى الشحاد وحسن تقديره واسلوبه. يعني اذا عرف الواحد كيف وين وامتى ومن مين يشحد، يمكن يلحق 40 أو 50 ألف ليره بالشهر. متاكد؟ طبعا متاكد. اصبح وهي مع الموافقه وهي توقيعي. لوين رايح سيدي؟ رايح وقع لك اياها من سياده العميد غسان. نعم. قلي لشوف. مو سيدي. يا ترى من مال الله يا محسني وعلى الله يا عالم بحوالي على الله. من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا هالغالي على الله. من مال الله يا محسني يا منان ويا حنان الرزق على الله. من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا هالغالي على الله. من مال الله يا محسن وعلى الله أجرك يا هالغالي على الله. من مال الله يا محسن ياه يا رزاق ويا منان الرزق على الله.